صباح الخير يا شباب. هو في الحقيقة يعني النهاردة كده أنا قايم الصبح في شوية مواضيع أو موضوعين بالأخص لقيت نفسي إن أنا لازم أتكلم فيهم. في موضوع منهم طبعا يعني بقاله يومين كده على السوشيال ميديا بدأ إن هو يعني ياخد حيز أصلا أكبر من الحيز بتاعه بكتير، وناس كتير قعدت تتكلم وناس كتير لا داخلين لي على الـ على الانبوكس ويكلموني والاقيهم بيكلموني في على الواتساب ويكلموني، والمهم كله عايز يفهم حقيقة الموضوع. ايه هو الموضوع؟ طبعا هما موضوعين بالظبط. الموضوع الاولاني هو موضوع يعني ايه يخص القهوة. فالمهم يعني انا بالنسبة لي الفترة اللي فاتت كلها كنت بشرب قهوة كتير، يعني انا شخصيا بحب القهوة، فلقيت نفسي مرة واحدة يعني إن من كتر القهوة وكده فما مش بنام، مفيش نوم. فقلت طيب يبقى لازم إن إحنا كده نعمل إيه؟ لازم إن إحنا نعمل حدود للقهوة، يعني ممكن إن إحنا نشرب القهوة ممكن نشرب 2 3 في اليوم، إنما مش ضروري يعني نشرب 15 واحد قهوة في اليوم. فالمهم طبعا إيه؟ لقينا إن الـ القهوة صحيا كترها يعني ده ضد الصالح العام للجسم. فلقينا ان طبيعي لما نلاقي كتر الحاجه، يعني في حاجات كتير 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 اي حاجه يعني كترها بيكون مش كويس، بيكون كترها ضد الصالح العام للصحه العامه يعني. فالمهم اللي احنا قررناه يعني ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا ننتظم في شرب القهوه. فدي اول نصيحه يعني انا بقولها لكم، ان احنا لازم ننتظم في شرب القهوه بتاعتنا. فطبعا يعني بالنسبة للقهوة أنا شخص بحب القهوة جدا، بحب طعمها جدا، بستمتع يعني وأنا بشرب القهوة. أنا بحب أشربها سادة يعني على فكرة، لأن بستمتع بطعم البن يعني اللي فيها. المهم طبعا ده إيه بالنسبة للقهوة. فلقيت إن في ناس داخلين، أخ سيف مالك أنت بطلت القهوة ليه؟ بطلت تشرب قهوة ليه؟ هي القهوة مضرة؟ هي القهوة فيها حاجة؟ لا يا جماعة، العيب مش في القهوة، مفيش أي مشكلة في القهوة خالص، لكن الحكايه كتر القهوه. يعني مثلا ما نقعدش مثلا نشرب 17 20 كوبايه في اليوم، لكن مثلا لما نيجي نشرب كوبايه او 2 او 3 ده وقت كويس يعني. بس فخلاص اخدنا كيفنا منها، اخدنا مزاجنا منها وخلاص على كده، انما الموضوع يعني مش بالكتر. طبعا في ناس يعني اللي بيحبوا يزيطوا ويقعدوا يطلعوا يتكلموا كتير، واسف بطل القهوه، اسف بطل القهوه، ده اسف تعب، اسف جاله مرض، اسف ما اعرفش ايه. فلقيت ان يعني سبحان الله يعني لازم ان احنا نكون فاهمين حاجه، ان احنا لما نيجي نروج حاجه نكون فاهمينها كويس ونكون بنقول الحق. يعني مش نطلع نقول اسف بطل القهوه وفي الاخر خالص اسف طلع لنا بكوبايه قهوه، يبقى منظرك كده يعني منظرك مش حلو خالص لما تطلع تقول عليا يعني كلام زي كده في الاخر خالص تلاقيني طالع لك بكوبايه القهوه كده. ف يعني عيب، بستمتع يعني وانا بشربها. المهم طبعا ده موضوع، فموضوع يعني كوبايه القهوه بتاعت الصبح ديت يعني لازم ان هي كل يوم اشرب قهوه الصبح. بس طبعا بقينا بنختار. يعني ايه بنختار؟ يعني مش اي بن نشربه. يعني انا شخصيا بحب البن الغامق، يعني بحب اشرب البن الغامق وبستمتع بيه، لان البن اللي فاتح بحس ان ملوش طعم يعني. طبعا هو البن الغامق يعني بيكون تاثيره اقوى، وفي ناس كتير جدا مش بتفضله، لكن انا شخصيا بفضله، بحب البن الغامق جدا. المهم بقى يعني ده بالنسبه يعني ايه لموضوع القهوه، وبالنسبه اللي بيحصل يعني ايه على الساحه. وكمان بطلت يعني ان انا اشربها بره البيت، يعني بقيت بعملها انا في البيت، لان بره البيت البن يعني بتاع بره غير البن بتاع البيت. يعني انا بطلب التحويجه بتاعتي معينه، بطلب نسب معينه من انواع البن وكده علشان استمتع يعني بكوبايه البن بتاعتي. ده طبعا بقى غير لما تكون موجود بره، بتكون الحاجه يعني البن دوت بن شعبي، بن معروف، فعلشان تختار البنيه الكويسه تختار كوباية القهوة اللي تمزجك واللي تكيفك، فلازم تكون معمولة بالطريقة اللي انت عايزها، تكون معمولة على نار هادية، تكون معمولة بأنواع بن انت عارفها، تكون فاهم كل حاجة. انما مش هنرمرم يعني، مش هنروح بقى نشرب هنا ونشرب هنا ونشرب هنا.
المهم ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للموضوع القهوة. الموضوع التاني هو موضوع يعني لا أخفي عليكم إن البلد يعني بتمر بحالة اقتصادية صعبة شوية، ففي بعض الأدوية مش متوفرة. فالمهم أنا كنت نازل، أنتوا عارفين يعني اسكندرية وكده، فأنا كنت نازل ورحت فين؟ كنت جاي رايح كده على الإبراهيمية، شارع الكورنيش يعني طريق الكورنيش على البحر. المهم وأنا ماشي في الإبراهيمية وعمال بقى يعني بستمتع بجو اسكندرية الجميل وكده، فلقيت في صيدلية معروفة بين كامب شيزار والإبراهيمية، صيدلية اسمها صيدلية دكتورة، يعني أنا مش هقول اسمها يعني إيه، صيدلية يعني معروفة جدا، اليافطة بتاعتها حمرا. المهم دخلت أسأل على حاجة جوه، مش لاقي الأدوية، مش لاقي متوفرة. في الآخر طبعا كنت جاي رايح على عند محطة القطر بتاعت سيدي جابر ناحية شارع أبو قير كده، ففي في ظهر المحطة على طول في صيدلية برضه مش هقول اسمها، اليافطة بتاعتها مكتوب عليها الاسم بالأزرق يعني. فالمهم دخلت قلت له لو سمحت أنا عايز إيه؟ أنا عايز حاجة للبرد. فقال لي طيب أنت إيه اللي أنت بتحس بيه؟ قلت له يعني شوية حشرجة في الزور وشوية حاجات بسيطة كده. المهم إداني يعني أدوية للبرد، ولقيته قال لي في حاجة مش متوفرة في السوق لكن متوفرة عندي، ممكن تقول لحبايبك عليها. فقلت له إيه طيب اللي مش متوفر في السوق ومتوفر عندك؟ قال لي مرهم كينا كومب. فالمهم مرهم كينا كومب ده مرهم بيكون مضاد للتسلخات وللالتهابات. فلقيت ان فعلا في ناس كتير جدا بسبب موضوع القهوة يعني جالها بعض التسلخات وبعض الالتهابات وهم تعبانين جدا جدا. فأنا قلت يعني كنصيحة كده للصالح العام وللإخوة اللي عندهم تسلخات والإخوة اللي عندهم بعض الالتهابات، فأنا بالنسبة لي هقول لك على المكان اللي تجيب منه كيناكم. تقدر حضرتك تنزل كده لو انت من محافظة تانية، يعني مثلا من محافظة ساحلية، من محافظة قبلية، من محافظة بحرية غير اسكندرية، فهتيجي هنا اسكندرية، هتيجي مثلا بإيه؟ هتيجي بالقطر، هتنزل محطة سيدي جابر. مجرد ما خرجت من المحطة هتلاقي على شمالك كده على طول في صيدلية في دار المحطة، ادخل عندهم قول لهم عايز كينا كومب هيدوا لك، ولو قالوا لك مفيش قول لهم انا جاي من طرف اساف فهيطلعوا لك الكينا كومب على طول. اهلا بيكم.